يا خاوتي ديما على بالكم بلي المراركة واعداء هذا الوطن راهم هبلوا خرجوا عن السيطره. باش ما يتسنيالاش الفيديو فقط اهبط لتحت وخلي لايك، ما راك خاسر والو خويا. وما تنساوش حاجه دائما نقولها لكم، افتخروا بانكم جزائريون في التعليقات. الان روحوا مباشره نشوفوا الفيديو كيف كيف. عديد احنا تكتيك اسمعهم تكتيك تدون تكتيك تصنط زعما يا القرد يا البغل يا وجه القزي باش تو كتخور كنفرج ولا في لايف ديالو العشرية السوداء هذيك العشرية لا وديش من العشرية. الله يعطيك شي مصيبة في هذا النهار هذا، بغيت لك إعصار يدخل لك من الثقب ديالك وعينك حولين وكتعصر فيهم وما عارف ما تقول لهم في اللايف هما يا النم يا الكع يا ال تفو يا مصيبة. كي كذب على ذوك البهايم كيتفرجوا فيه هاشي قال الله يعني عنده الصح اش عنده الصح شنو قال شنو قال شنو قال شنو شنو كيقول لك تما ليش غتخور؟ اصلا هاد القضيه ديال هاد الرساله ان امريكا شهرها لعباد الله، امريكا علاش غادي تنوض تقول لهم انا مدير مخابرات غادي نتكلم مع اول فريق سعد؟ علاش غتقولها؟ لانك تعطي رساله للاخرين، كتعطي العالم رساله، غتقول لي العالم رساله على شنو هي الجزائر؟ ما عرفتي شنو هي الجزائر؟ ما عرفتيهاش؟ البغل ويديرك العيني زعما ديك اللعبه ديالها حنا هادي اتصالات كيعطي انذار هادي سيرت. الله يعطيك شي مصيبه سير تا خاصك دكتور يجي يعالجك يا البغل. قداش قنانفك داك الفم دوك العينين الخضر نازل عليهم دير ها عبسا يا ودي مصيبه ودير ها كي دير يا عودو بالله هادو مسخط والدين شي مسخط قدك كاين شي مسخط قدك يا الفيل كاين شي مسخط قدك يا وكال الحرام يا كرش الغراب شنو الطبال كاين شي كافر قدك تقول عباد الله مسخط والدين وهادشي اسي الله يعطيك بوبريس يجيك بالليل ما عليناش يا مرض كيدير كيهضر بحال تقول كان حاضر معاهم وكيقول لهم حنا وكيجبد لهم الماضي وشي حوايج وهادي والعشريه السوداء على مصيبه يا عودو بالله كيدير يا خويا ما هو موضوع البت ولا شيء يا اخي والله ولا شيء. المهم في امريكا المخابرات ديالها الخارجيه تواصلوا مع سعيد شنقريح كيقول يا ودي المسائل بيناتنا الجيو سياسيه فيما يخص كذا الامنيه والارهاب اللي كاين في ليبيا الارهاب اللي عندكم في جهه النيجر الارهاب اللي كاين في الساحل وحنا ردينا البال انكم فعلا نتوما تغلبتوا على فرنسا وفعلا تغلبتوا على المنطقه ديالك الساحل وفعلا فرطوا انفسكم وفعلا حنا معكم في الحل الدبلوماسي والسلمي اللي هو من التي هي احسن وفعلا حميتوا القوات ديالنا وسلكتوا الدعوه فبرافو ليكم. هذا هو اللي كاين. بالمقابل حنا لا يمكن ان نفرض عقوبات على يعني انتوما هما نسلك المخرج الوحيد اللي عندنا مع ذوك القماقم ديال روسيا والصين ما كنتحملوش معاهم ولكن ما نقدروش نخسروا الخسارة ما نقدروش نخسركم نتوما حيت نتوما هو الرصيد ديالنا. كنشهدوا لكم بالقوه والثقه وانكم يعني قوه اقليميه وفي المنطقه ديال القاره الافريقيه نتوما هما الرقم واحد. على كلمه اخرى يعني باش نزيدوا نقدوا الامور كنتوا وسيط يعني رقم واحد فيما يخص منطقه الخليج حليتوا مشاكل ما بين تركيا ما بين المشكل ديال سوريا المشكل ديال الامارات المشكل ديال السعوديه المشكل ديال ايران ديما كتحلوا المشاكل كتهبطوا كتطلعوا العلاقه ديالكم فريده مزيانه مع كذا وما عمركم درتوا العار مع شي واحد. فما يمكنش اني انا كامريكا اللي مشات لي القوه ديالي ما بقيتش امريكا القديمه اللي كنا كنعرفوا فما يمكنش انا نضيعك انت هو القوه اللي باقى عندي انت هو العكاز اللي عندي. احنا كنا كنعرفوا ان البريكس وهذه فرصة كان غادي يهرس بزاف يعني كان هو اصلا دار باش يهرس الهيمنة ديال الميريكان ولكن في نفس الوقت كيشوفوا ان هذه هي القرصة اللي خاص لافروف اللي كنقول لك حنا كندخلوا غير فقط الدول اللي عندهم القوة الهيمنة وكذا وهذه. دابا لافروف شنو غادي يقول؟ ها شنو غادي يقول وزير الخارجية الروسي؟ من غير يسمع ان امريكا اتصلت شتي علاش امريكا ما كتتصلش بالمغرب مثلا
علاش؟ لان برويطه حاضر الحنيكات ديالو كيجري مورا المؤخره ديال سيدو. سيدنا انا معاك سيدنا، نمشي لدبي، نمشي لدبي، صيفطنا ابو ظبي، ابو ظبي نمشي لهنا، نمشي قردون زعطوطون فيما مشى يتبع سيدو ويصيفطو يمشي بحال شي كليب. هادي خدمته ماشي ناس خدامه. الجزائر رجعت هي، خفت نقولها ولكن صراحه الانظمه العالميه جزء واحد من يعني هو بغيت نقول جزء ماشي لا يتجزا، لان كنا عارفين ان كاين دول كتخدم كاين دول ما كتخدمش. فالدوله اللي خدامه على راسها وكتبني نفسها بنفسها وما عندهاش شي واحد اللي واقف نقولوا كيسندها، واخا كنقولوا ان روسيا كتعاونها بالسلاح، الصين في الصناعه، استثمارات بيناتهم الى اخره، ولكن يتحدث امريكا ما عندهاش مع الكيان الصهيوني، ما كتخاف من حتى شي قرض، حتى شي قرض ما كتخاف منه. شكون هي الجزائر؟ يا الجزائر شكون؟ مش بغيت نقول لك من طرد الوفد الصهيوني في الاتحاد الافريقي؟ شكون هو اللي طردها؟ شكون هو اللي طردها؟ الجزائر. الناس باغا قالك باغا حرب. بعض المغاربه مساكن خرياشه كيقول لك حنا بغينا الحرب، حنا ردي سير هو سير حل المشاكل اللي عندك في الدار. وبنادم باقي مازال كيتقاتل مع الكرا، دار عنده حرب مع مول الدار، كيدخل بالليل ياك ما شافني وينقص مسكين من سطح لسطح وتهبط مسكين. ردي حل المشاكل اللي عندك مع نسابك، وحل المشكل اللي عندك مع مول الحانوت اللي كيتسالك الكرا، وباقي عندك الدفتر ديال الكناش كتزيد كريدي، انت باقي كاع ما حليت المشاكل وقعدت كتخرب. هنا خصنا ندور راه غادي سير سير حل المشاكل ديالك، سير حل المشاكل اللي عندك مع الجيران ومع العائله. مشاكل غارق فيها الودنين وما لقيتها باش شريتها بصابونه باش تحيد بها الخنز ديالك والوسخ ديالك وتقول لي غادي ندير حرب. وفي انا من ناحيتي انا من جهتي انا واخا انا ضد فكره الحرب، ولكن من ناحيه ديالي انا خاصكم تعرفوا شنو هي الحرب، قسما بالله خاصكم تجريوا وراها. انا بالنسبه ليا الا كيسمعوني دابا غير سيروا غير وريوني العضلات. الله اخوتي ما تقدروا عليها قسما بالله، حنا ما مولفينش الحرب، حنا كنبغيو داكشي ديال الطبل والبندير مهرجانات دي باني شي دريال برتوش، هادشي اللي كنبغيو حنا. حنا اصلا في المجتمع ديالنا حنا من النوع اللي تفوت عار ودخل فيما بغات طب عرفتيها ديال تفوت غير تفوتني انا وتمشي. حنا عندنا هاد القضيه دي واللي عطاه ظهرو لهريفكو هادي معروفه عندنا، معروفة عندنا. شوف وشي بيع شي وشي هادي 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 راه تراث مغربي قديم، ماشي حنا اللي خلينا الاقاويل اللي فعل واللي وشد الباب اودي. حنا مصيبك حنا واش انك التقاليد جايبين معانا من اوروبا ونفس الهضره، شي تسنى يغدر بالاخر ويتي باغي دير الوراق على ظهره وشي ديكلاري بشي والتبرقي وخيفي خيفي خيفي يا باترون خيفي ريكالو ريكالو وما يطلبش حقه وما يقدرش يستقوى قدام الباترون ويقلبوا على السهله والتبرقي ويحشر الهضره من تحت ويلاقي السلوك. يا عود الله علاوي احمد انت اخويا ماشي علاوي انت سفلاوي سفلاوي احمد سير اخويا سير ستنا بالي وبي بالي وبي يلا برا 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 اش كتخربق المغرب احسن بلد في العالم احسن من فيليك. واخا المهم فباش ما نخرجش على الموضوع، هي امريكا شيكابيكا اتصلت بالجزائر، الجزائر بغيتي ولا كرهتي هذه الفرصه باش تبين لا 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 فروف باش تبين له هاهما هاهما كيعيطوا ليا ما قبلتوش عليا في البريكس ها هو وربح دابا بالهند وداك الهبال ديالك ها هي. وهذا ماشي معناه ان حنايا مع امريكا ولا الجزائر غتعاون امريكا، لا مساله مصالح. ف ياه على احساس كبير، الجزائر ضغطت على الميريكان، عافاكم قولوا لي الجزائر ضغطت على الميريكان باش تقدر تراجع على ذاك القرار ولا ذاك الهبال ديال ترامب. عافاكم جاوبوا لي، هل الجزائر ضغطات على امريكا باش تقول لها تراجعي على تخربيق ديال ترامب؟ ايان مراد نسلة تحيه خاصه تحيه نزيسلا ما
جاوبتونيش، هل الجزائر ضغطت على امريكا باش تقول لها لا لا امريكا كتشوف اللي كيخدم وكتشوف اللي بوال، امريكا كتشوف اللي كيتريني وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.